انعقدت يوم الخميس 9 فبراير الجاري بمحكمة الاستئناف بني ملال جلسة رسمية لافتتاح السنة القضائية 2023، وذلك بالدائرة القضائية لهذه المحكمة. وبهذه المناسبة أبرز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بني ملال عبد السلام مصار في كلمة له أن انعقاد هذه الجلسة يأتي في خضم مشهد قضائي متميز يعرف متغيرات عظمى تطبعها ترسيخ مبدأ استقلال السلطة القضائية كسلطة دستورية وتكريس مفهوم القضاء المواطن. وأوضح السيد عبد السلام مصار أن من ضمن العلامات الفارقة والمحطات الشاهدة على ذلك تنزيل مدونة الأخلاقيات القضائية التي ما فاتئ المجلس الأعلى للسلطة القضائية يشدد عليها ويعتبرها فيصلا في ترسيخ البعد الأخلاقي وبناء الضمير القضائي. ومن جانبه ذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أن افتتاح السنة القضائية مناسبة للوقوف على ما تم إنجازه تحقيقا للنجاعة القضائية خلال السنة المنصرمة. وجرى بهذه المناسبة تسليم أوسمة ملكية أنعم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على بعض مستشاري هذه المحكمة. وحضر هذه المناسبة كل من الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بني ملال والوكيل العام للملك ونوابه ووالي الجهة ووالي الأمن ورئيس مجلس الجهة والمجلس الإقليمي، إضافة إلى عدد من رؤساء المصالح بالدائرة القضائية بني ملال.